بكام التذكرة؟ انت مصر تجرجرنا في حاجات لا يا فندم تسيبها والله. لبكره الصبح. لا والله ابدا، بتسيب الناس يعني، الناس مبسوطه النهارده وهم فعلا اتبسطوا حتى. ما هو كمان يعرف مش مش عيب، سياده الرئيس قال وضحوا للناس واشرحوا لهم، مش عيب يعني، بالعكس. احنا خطوط المترو بالكامل زي ما قلت لحضرتك لا تحقق مصاريف التشغيل. مصاريف التشغيل اللي هي اجور الناس اللي شغاله فيها، الثمن الكهرباء اللي بتستخدمها. وانا عايز اقول لحضرتك ان وانا بشكر معالي وزير الكهرباء الدكتور شاكر، ان لما الكهرباء زادت لكل الناس ما زادتش المترو السنه دي. ليه؟ علشان مساهمه برضه من الدوله ومن وزاره الكهرباء في تخفيض الاسعار، ان انا برضه ما عليش مصاريف التشغيل. لا فيها. يعني ايه يا فندم الكهرباء ما زادتش عندكم؟ ايه اللي حصل؟ احنا الكهرباء زادت في خلال الاربع سنوات اللي فاتت اربع شرايح. ثم السنه دي الشريحه الاخيره طلبنا من الدكتور شاكر والحكومه طبعا كلها ودوله رئيس الوزراء وصدق من سياده الرئيس ان احنا يعني ناجل زياره الكهرباء على المترو شويه لحين ان احنا يعني نقدر يعني ندخل موارد اخرى. بصراحه ما احنا مش هنفضل على التذكره بس، ولا نفضل على ان احنا ناخد اعانه، انا بسميها اعانه من الحكومه بس. احنا لازم نشوف موارد اخرى زي الاعلانات اللي حضرتك شفتها النهارده في محطه عدلي منصور. دي هتعمم او معممه، احنا تعاقدنا مع شركه اعلانات، شركه معلنه هتدينا مبلغ برضه يعني محترم يساهم في مصاريف التشغيل. احنا تعاقدنا على 10 سنين بمليار و110 مليون جنيه، مليار يعني تقريبا في السنه بحوالي 110 مليون. احنا خدنا 100 مليون مقدم والشركه بدات تشتغل على طول، وده دخل يعني لا باس به. طب استغلال حاجات اخرى كتير جدا احنا بنحاول فيها دلوقتي علشان نزود موارد، سواء احنا حولنا طبعا بالمناسبه هيئه السكه هيئه الانفاق زي هيئه السكه الحديد تبقى هيئه اقتصاديه. يعني هيئه اقتصاديه يعني لا تحمل الدوله اي اعباء ماليه. ما يبقاش فيه يعني النهارده لو انا جيت خدت قرض النهارده لهيئه الانفاق لصالح المترو يبقى على الهيئه، ما يبقاش على الحكومه، ما يبقاش على الدوله. يبقى الهيئه هي دلوقتي اللي ممسوكه، هي اللي متعلقه، تشيل نفسها هي بالظبط بالظبط كده. وانا متفق مع زمايلي ومتعهدين مع بعض كلنا ان احنا نجيب على الاقل مصاريف تشغيلنا. ما ينفعش مصاريف تشغيلنا، مرتباتنا يعني كهربتنا يعني عمارتنا الجسيمه زي ما دوله اللي هي كام قال النهارده الوزير اللي هي كام، لان بنتكلم في مصاريفنا وتشغيلنا اللي هي كام اللي انا عايز اجيبه. انا اقول لحضرتك مش عايز اكسب يعني، عايز اجيب بس دول. احنا مثلا مصاريف تشغيلنا في السكه الحديد مثلا 7.5 مليار جنيه. مصاريف تشغيلنا في المترو اكتر شويه، لان المترو كهرباء وحاجاته كلها حديثه ووسائل اتصالات حديثه تقريبا حوالي 8 مليار جنيه. نعم تقريبا 8 مليار جنيه. لان القطارات مصاريفها يمكن اقل شويه، بتشتغل برضه بالديزل. يعني بنجيب كام منهم دلوقتي ال 8 مليار؟ مين يا فندم؟ بنجيب منهم كام دلوقتي؟ بنجيب منهم حاليا دلوقتي في حدود 4 مليار، يعني 50%. طب انا النهارده لما حرك التذكره بنسبه 25، وده كلام يعني نهائي، من 25 ل 30% حرك التذكره. يبقى انا جبت جزء من باقي العجز. من باقي العجز. مش جبت كل مش كل العجز. جبت جزء من باقي العجز اللي متبقي عليا للدوله. يعني انا ده مفروض ان انا مديون للدوله. بقيمه الدوله كانت لحد امبارح بتاكلني وتشربني وتديني مرتبات المترو زي ما بتديني مرتبات سكه الحديد دلوقتي. انما احنا قلنا لا خلاص شكرا، المترو دلوقتي وسيله مواصلات يقدر على الاقل يصرف على نفسه. ما قلناش ان هو يرجع للدوله ثمن، يعني حضرتك الخط الثالث ده ثمنه، ثمن انشاؤه، ايوه 97 مليار جنيه. 97 مليار جنيه. انا ما بقولش للركاب ان انا هاخد منكم 97 مليار جنيه. لا، ده انا عايز منكم بس ال 8 مليار جنيه اللي انا بصرفهم كل سنه مصاريف تشغيل. طب بلاش، ده انا دلوقتي قابل ان انا اخد يعني 75% منهم. 6 مثلا. يعني تقريبا نقول 6 مثلا. تقريبا. نقول 6. طب لو انا اخدت 6 يبقى كويس جدا، انا باخد 4 دلوقتي. يبقى انا محتاج ان اصرف ادفع يعني ازود 2. طب ال 2 دي يعني ايه؟ يعني 50% من التذكره اللي موجوده دلوقتي. يبقى انا يبقى كده دي بحسبه بسيطه خالص. لا بس هي هتبقى 50 ولا 25 ل 30 زي ما سيادتك قلت؟ في حاجات 25 في 30 اللي هي المحطات اللي اقل من 9، اللي هي يعني كم محطه؟ المشوار اللي هو 9 من محطات. ايوه يعني احنا بنقول ان احنا ان شاء الله باذن الله
المحطات اللي هي كانت يعني التسع محطات اللي كانوا ب 3 جنيه هتبقوا 5 جنيه، المحطات اللي كانت ب 5 جنيه هتبقى ب 7 جنيه، اللي كانوا اللي هم بقى اكتر من 16 محطه اللي هو راكب بقى كل المترو عمال بتفسح ان شاء الله يركب الثلاث خطوط. ما احنا حضرتك عندنا دلوقتي المطرية الحلوان مثلا، ما احنا عندنا حضرتك لا ده غير كده، ده انت حضرتك ممكن تركب من حلوان او من المرج الى رمسيس تنزل الخط الثاني، تركب الخط الثاني وبعد شويه تنزل من الخط الثاني العتبه، تركب من العتبه لحد عند منصور. قطعت كم كم كيلو كم محطه لحد دلوقتي؟ انت عديت كده 40 محطه. بكام دول؟ دول كلهم ان شاء الله باذن الله ب 10 جنيه. 10 جنيه بتتخيل؟ ال 40 محطه ب 10 جنيه. نعم. طب انت طب ال 40 محطه دول لو انا خدت المترو زي ما سيادتك بتقول كده وقت قد ايه وفر لي قد ايه من الوقت؟ وفر لك يعني على الاقل الرحله دي توصلني انت لو حضرتك جيت من المرج رحت زي ما قلت كده بالظبط، نزلت رمسيس ونزلت من رمسيس رحت العتبه ومن العتبه طلعت على عدلي منصور هتاخد على الاقل لا يقل لو الواقف الميكروباص مستنيك مش اقل على الاقل من ساعتين الى ساعتين ونص. نعم. انت النهارده ممكن تاخدها بالثلاث وسائل للمترو دول بكتير قوي بساعه. بكتير قوي بساعه. ساعه. يبقى انت وفرت تقريبا هنقول نص الوقت بلاش اكتر، وفرت نص الوقت. شوف بقى الميكروباص هياخد منك كام؟ لسه هقول لسيادتك لو انا مش عايز اقول بس الميكروباص عشان ال 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 لا هل عملتوها ولا مجرد يعني عملنا حسبه معينه؟ ايوه طبعا ايوه طبعا. كام؟ ايوه طبعا. الميكروباص كام ووسائل النقل الاخرى غير انا بقول لحضرتك المسار اللي انا قلته لحضرتك ده لو انت دفعت في الميكروباص هتدفع في الثلاث ميكروباصات دول 35 جنيه. 35 انت النهارده من 30 ل 35 يعني في ميكروباص يعني كده وميكروباص كده تقدر تدفع 30 35 جنيه. نعم. انت باخد منك 10 جنيه. نعم. هاخد منك 10 جنيه بتركب في مترو مكيف نظيف امن بتنزل المحطه تلاقي المحطه نظيفه المحطه فيها تكييف في واي فاي في شاشات في 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 كل الكلام ده سلالم متحركه زي اللي حضرتك ركبتها وطلعت عليها النهارده. نعم. اسانسيرات كل الكلام ده وتدفع 10 جنيه والله يا بلاش. نعم. طب الاشتراكات تديني اقل؟ طبعا الاشتراكات انا عايز اقول لحضرتك ان في اشتراكات ب 2% من قيمتها. اشتراكات ب 2% من قيمتها. نعم. في اشتراكات ب 40% من قيمتها. نعم. في اشتراكات ب 38% من قيمتها. نعم. اشتراكات الجمهور 38 و40% تخفيض. نعم. طب في ناس بتركب بنص جنيه. مش عايزين بقى نجيب يعني مش عايزين نذكر فئات معينه عشان ما نبقاش يعني بنجرح في حد. مش هزود على الفئات دي زي ما هي. الفئات يا فندم دي زي ما هي. والاشتراكات النهارده انت اللي بيدفع اللي هيدفع تذكره ب 5 جنيه. لا معالي الوزير معلش عذرا النقطه دي مهمه. لو انا في زياده 5 أو 3 أو 10 أو كذا الفئات اللي حضرتك بتقصدها مش هتزيد زي ما هي الفئات المستثناه هي اللي بتدفع 50 قرش زي ما هي نسبه الاشتراكات زي ما هي. الاشتراك زاد التذكره الاصليه نفسها زادت مثلا زي ما قلت حتى 25 30%. نعم. طب الاشتراك هيزيد بنفس النسبه ولكن اصلا الاشتراك بكام؟ واخد تخفيض 40%. نعم. فاطمن حضرتك يعني ان شاء الله باذن الله من بكره الناس هتبقى مبسوطه جدا ان هي بتركب وسيله مواصلات امنه ونظيفه ومتطوره وفيها عوامل